تناولت زيارة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمدينة بريستون جنوب غرب البلاد إلى حديث البريطانيين مساء أمس بعد انتشار فيديو سقوط أحد موظفي المحلات التي زارها الأمير تشارلز أمام عدسات الكاميرا. هذا هو الموظف. إذا كان يزور الأمير بعضا من محلات المدينة بهدف تقديم الشكر لعمالها وتشجيعهم على الاستمرار في العمل بالرغم من تفشي وباء كورونا، لكن المفاجأة كانت عندما وصل إلى أحد المحلات المتخصصة ببيع المواد التموينية، إذ أجرى الأمير تشارلز عددا من حواراته المعهودة مع الموظفين وكان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن وصل هذا الموظف الذي وبلا سابق إنذار بدأ يترنح يتمايل لثوان معدودة كما نرى في هذه الصورة تحديدا قبل أن يسقط مغشيا عليه أغمى عليه في مشهد حصد ملايين المتابعات حول العالم. نتابع. وكما تابعنا في هذا الفيديو الموظف نهض بعد دقائق وعاد واقفا بعد هذا المشهد المفاجئ، لكنه مع ذلك ظل حديث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لكن البداية جاءت من حساب القصر الملكي البريطاني الذي كتب على تويتر على هذه الحادثة: لقد تعافى بسرعة كبيرة، إنه موقف نادر الحدوث. البعض حلل طبعا ما جرى لهذا الموظف، فكتب طبيب اسمه إيهاب سليمان تغريدة يحاول أن يحلل ربما من الجانب الطبي ماذا حدث من المقطع، ما يمكن أن يكون السبب المحتمل لإغماء الوعاء المبهم أو الصرع. كذلك علقت مستخدمة تدعى السماء قائلة: إرهاق، قلة النوم، فقر دم، سوء تغذية، والحل هو أول الإحساس بالحالة الجلوس والقيام عدة مرات، والله أعلم.